طفولتهم بعيدة عن الأضواء والإعلام والترند. أنت كنت تعرف أكتر من أن شيرين عندها بنتين؟ ومع الوقت وبعد ما كبروا بدأنا نعرف أسمائهم هنا ومريم، والحقيقة واحدة منهم لا ليها في الشهرة ولا الظهور، والتانية النص التاني من الفولة لشيرين، وهي هنا مش في الشكل بس، لأ وكمان في الطباع. ده في عز أزمة أمها والكل قلقان عليهم، وهي ظهرت بفيديو بتغني وترقص ولا كأن في حاجة حصلت، عادي أمها في المستشفى وكبرين موضوع ليه يعني. وقالوا معلش ممكن من الصدمة تكون مش حاسة بتعمل ايه، لكن لسه مستمرة في فيديوهاتها عادي جدا حتى بعد خروج شيرين من المستشفى، وعايشة حياتها زي قبل خروجها بالظبط، خاصة بعد ظهورها مع أبوها الموسيقار محمد مصطفى في فيديو مؤخرا الفترة اللي فاتت. ولما بيسألها الجمهور عن أخبار شيرين مش هتصدق بتقول ايه، وهم قاعدين فين يا ترى دلوقتي، هل مع والدهم ولا مع شيرين؟ تفاصيل كتير يلا نعرفها. زي ما بيقولوا لكل حاجة ضريبة لازم تدفع، وجنون الشهرة أحيانا كتير بيسيطر على الصغيرين أكتر من الكبار، لأنهم مش بيكون شاغلهم حاجة إلا الظهور وخلاص. وده اللي الفنانة شيرين قالته لما كانت مع صاحبة السعادة في ظهورها الأخير اللي من بعده عينك ما تشوف إلا النور، زي ما احنا شايفين كده أزمات لشيرين من كل ناحية. شيرين قالت إن بنتها دايماً بتطلب منها تعمل معاها فيديوهات كتير على التيك توك علشان تزود عدد الفولورز، ما هو مش معقول يعني بنت شيرين عبد الوهاب والفولورز عندها قليلين كده. شيرين سابت هنا متألقة ودخلت المستشفى، رجعت لقيتها متألقة أكتر وفيديوهاتها مغرقة كل السوشيال ميديا، هالوين تلاقي مع أبوها وماله، أبوها اللي كان مختفي وفص ملح وداب من أول الأزمة. طول فترة العشرين يوم وشيرين في المستشفى الجمهور عايز يعرف أي أخبار وتصريحات تبل رقهم، خاصة بعد الشائعات اللي ما تعدوش اللي شيرين وقعت نفسها فيها من كل ناحية. وطبعا بما إن هنا متواجدة دايما على السوشيال ميديا بقوا في التعليقات يقولوا لها في الفيديوهات بتاعتها ويسألوها على طول، ما هي بقت مشهورة يعني وعدد الفولورز خمسة في عين العدو، خاصة بعد تصدرها الترند كل يوم والتاني. وكانوا بيسألوها ماما عاملة ايه؟ طمنينا على شيرين اخبارها ايه؟ طيب فترة علاجها تمام؟ طيب انتوا فين دلوقتي؟ وهنا ولا الهوى، كل اللي بتعمله انها تتجاهل كل الكومنتات اللي من النوعية دي. قالوا مش مشكلة، وانها برضو زيها زينا وامها في المستشفى، وتلاقي كمان ما عندهاش جديد هترد تقول ايه؟ الحقيقة انها اتبعت نفس الطريقة بعد خروج امها برضو. تفتكروا ابوها اللي طلب منها ما تدخلش نفسها في كلام الكبار وقال لها خليكي في اللي بتعمليه، ولا ايه بالظبط؟ عامة خلال الازمة كلها كان كل اللي شاغل بال الناس بنات شيرين هم فين وبيعملوا ايه ومصيرهم هيكون ايه وامهم في المستشفى، خاصة بعد فيديوهات بنتها الأخيرة على التيك توك. بعد ما دخلت شيرين المصحة أبو بناتها الموسيقار محمد مصطفى طلب ياخد بناته، خاصة إن في آراء قانونية بتقول إن شيرين ما تصلحش لحضانة بناتها، خاصة إنهم في سن حرج جدا وإن أبوهم أولى بيهم، وفعلا عاشوا معاه طول الفترة دي. تفتكروا هيكملوا معاه ولا ممكن يرجعوا لشيرين؟ وليه طول الفترة اللي فاتت ما ظهرش وظهر في الساعات اللي فاتت مع بنته في فيديو على التيك توك؟ يا ترى بكرة مخبي ايه لبنات شيرين؟ هل أزمة أمهم ممكن تأثر عليهم؟ وهل لو عاشوا مع أبوهم هيكون أفضل لشيرين وبناتها ولكل الأطراف؟ شاركونا في التعليقات.